وأضاف وزير المالية خلال كلمته أمام المؤتمر اليوروماني أن الإقبال الكبير على إصدار سندات الدين الدولية يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي ومدى جاذبيته للمستثمرين. مما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي ما لقيته إصدارات الدين الدولية من إقبال واهتمام كبير من قبل المستثمرين، ومنها الإصدار الدولي الأول وفق برنامج الصكوك السعودية الشهر الماضي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً يصل إلى 33 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 124 مليار ريال سعودي، وقد بلغ الحجم الإجمالي للإصدار 9 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادل 33 مليار ريال سعودي. هذا النجاح يعكس الأسس المتينة للاقتصاد السعودي ويجسد الثقة في برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 واستدامة الدين العام في ضمن إطار هذه الرؤية.